يحصل أن يترشح شخص ما للرئاسة في العالم وعلى قائمة برنامجه الانتخابي محاربة الفساد والفاسدين، ولاحقاً ربما يصدق بوعوده الانتخابية وربما يصبح هو أحد الفاسدين. إلا في لبنان الفاسد مباشرة يعلن ترشحه لرئاسة البلد وفي جعبته قضايا تؤهله لدخول المحاكم والسجون لا لدخول سباق على الرئاسة. وهنا القصة والتفاصيل. لبنان على موعد مع انتخابات رئاسية في حال تمت ستفرز للواجهة رئيسا جديدا، وفي قائمة المترشحين لهذا السباق سياسيون يعرفهم اللبنانيون عز المعرفة، فهم من زعماء أحزاب حكمت أو شاركت في حكم البلاد على مدار الثلاثة عقود الفائتة، أي منذ طوت الحرب الأهلية آخر صفحاتها ودخلت البلاد حربا من نوع أخرى، حرب من أجل التنمية والإصلاح والتطوير. وأحد أبرز المترشحين جبران باسيل رئيس ما يعرف بالتيار الوطني الحر، وصهر الرئيس الحليم شلعون ووريثه السياسي، والاسم الآخر البارز هو سليمان فرنجية وزير سابق ورئيس ما يعرف بتيار المردة، وكلا الاسمين هم من معسكر حزب الله وحلفائه، وما يجمعهما أكثر من ولائهم للحزب المدعوم إيرانيا هو اتهامات الفساد التي طالتهم وطالت غيرهم الكثير من زعامات الأحزاب في لبنان. بل وأكثر من ذلك فكلا الاسمين سبق لهم أن تورطوا بذات قضايا الفساد، كما حصل العام 2020 حين اتهم باسيل وفرنجية بقضايا الوقود المغشوش أو الفيول المغشوش كما يسميها اللبنانيون، حيث استدعت المحكمة أسماء تنتمي لأحزاب الرجلين، لكن سرعان ما تم اتهام المحكمة بالتسييس وراحت القضية كغيرها حبيسة الأدراج. لكن ما استفاده اللبنانيون حينها تمثل في تبادل الاتهامات بين فرنجية وباسيل وفضح كل منهما للآخر، حيث ظهر تورط الرجلين بقضايا عدة وجميعها يلفها الفساد، من تلقي الرشاوى والتغطية على الفاسدين وغير ذلك الكثير. كما أن الاسمين المرشحين للرئاسة الحالية لطالما كانوا جزءا من الحكومات التي فرضها حزب الله في السنوات الأخيرة، والمتهمة بنظر اللبنانيين من إيصال البلاد لما يشهده من انهيار، فمن انفجار مرفأ بيروت إلى انهيار العملة اللبنانية إلى أزمة المودعين وصولا لعزل لبنان عن محيطه والعالم. كل هذا كان سليمان فرنجي وجبران باسيل جزءا منه ومشتركين فيه رفقة حزب الله مع سبق الإصرار والترصد، وما في جعبتهما أكثر من ذلك أيضا. فبالنظر لباسيل على سبيل المثال، على الرغم من توليه لوزارة الطاقة العام 2009 وما أعقب ذلك من دخول لبنان في عصر العتمة كما يقال هناك، وقضية فساد بواخر الكهرباء المستورد التي لم يرها اللبنانيون، وتولي والد زوجته الرئاسة عقب ذلك العام 2016، وما تلا ذلك من أحداث إلا أنه مصر لاستكمال العهد كما يسميه. كذلك فرنجي الذي بغير قضية الوقود المغشوش في جعبة أحد أنسبائه ما يعرف بقضية فساد السوق الحرة بمطار بيروت والتي بطلها والد زوجة طوني فرنجية، نجل سليمان فرنجية الذي أورثه مقعده النيابي، وهو أيضا على الرغم من ذلك أعلن نفسه مرشحا لسباق رئاسة لبنان. واللافت أن الاسمين مدعومان من حزب الله، كما أن الحزب سبق أن أعطى وعدا لفرنجية بتوليه الرئاسة خلفا لميشيل عون، لكن على ما يبدو فإن الحزب قرر ترشيح الاثنين على أمل ضمان إيصال اسم منهما دون الالتفات لرأي اللبنانيين الذين خرجوا في ثورة العام 2019 ضد منظومة الفساد التي أدارها سياسيو لبنان الذين تولوا الحكم، خاصة في زمن هيمنة حزب الله وحلفائه. كما أن كلا الحزبين بالانتخابات الأخيرة خسر كثيرا من رصيدهم في الشارع المسيحي، وعلى الرغم من ذلك ما زال كلاهما ومعهما حزب الله مصرين على تصديرهما للواجهة ودعم إيصالهم لسدة الحكم في البلد الذي يقف على مفترق طرق بعد أن شهد انهيارا في اقتصاده، لتصبح الكرة في ملعب الشعب الذي انتفض سابقا في وجههم في حال أراد أن يعيد الكرة.